انا كنت قاعد ربع ساعة كده كده عشان محدش يزعل كده، احنا خدنا حقنا. تمام تمام ان شاء الله تكون، اتمنى بس ان هي تكون حلقة ممتعة يا رب. و مش هتنسوني ان شاء الله بدعوة صالحة، ان انا في احوج الظروف لدعوة صالحة هذه الايام، ونسأل الله عز وجل انه يغفر لنا وللمسلمين جميعا. ونريد دعوات مخلصة من قلوب طاهرة، تمام، انه يتم مشروع عرب هاردوير بنجاح، جامعة عرب هاردوير. ونريد ان نتعلم ان احنا نقابل اساءة الغير باحسان فقط، يعني هذا تعليق. وان شاء الله احنا فهمنا يعني المراد من التعليق، سنقابل خطأهم باحسان. بيعمل لودينج دلوقتي، هو ابتدى ان هو قرا مفروض كل الانترفيسز. لسه بيعمل سكابري. يلا يا سيدي. طيب دلوقتي يعني لازم اوقف. مصمم. طيب علشان الوقت لحظة، ثانية واحدة ونعود. طيب رجعنا مرة تانية. على طول كان هو خلص الكونفيجريشن بتاعه، ادينا ابتدى نكبر الشاشة تاني. خلص، ابتدى اكتشف ان هو راوتر 3640، الرام بتاعه 128 رام، الافيلابل فيه 29، الفيرجن بتاع الاي او اس 2.10.2.12 4.10.5 ايه الاس ايه من الكونفيجر. تبدأ تشوف الكونفيجريشن. طبعا الكونفيجريشن هنا سهل جدا، يعني هنبدأ نشوف بعد كده البروتوكولات. يعني لو انا قلت مثلا بروتوكول، ايه البروتوكولات اللي موجودة، بتكليك راوتينج وتظهر لك شاشة، تبدأ تختار ما بينها، تكليك كذا. طبعا لو هي بالبوت دوت مش هنحبه خالص، هي مش تبع البوت ده، يعني لو هي الدنيا كده مش هنتعامل معاها، هي الدنيا اسهل من كده. تمام، يقول لك انت عندك بروتوكول التاني التالت، تبدأ تختار البروتوكول وبتشتغل عليه بسهولة قوي. عايز تعمل في بي ان، يعني في بي ان ديت لما تيجي تدرس في الاي سي سي دبليو، لما يجي ديت يديك الاوامر بتاعتها، تفاجئ اوامر كتير قوي. اي سي دبليو تراك سي سي ام بي، اوامر كتير قوي، بعد كده تفاجئ ان انت ببساطة. وفي الاول يديك معلومات عنها عموما، تقول انا عايز سايت تو سايت، يقول لك في المعلومات الكافية عن كل حاجة من دول، تمام، ومع رسومات توضيحية، اسلوب رائع. عايز اعمل فاير وول اند اكسس ليست، عايز اعمل حاجه اسمها نيتنج، ده اللي هنبدا نتعلمه طول الكورس. تمام طيب خلاص، انا مش عايز اي حاجه من دول، انا كنت بس عايز افرجك على الاس دي ام عشان تبقى الحلقه كامله. طبعا الاس دي ام ده عشان رانينج كنت محتاج راوتر، والراوتر دوت متوصل بي سي، والبي سي دوت متوصل براوتر عملناه المره دي بفي موير. اختم الحلقه بتاعتي، فاكر الكونفيجريشن ريجستر؟ حلقة الكونفيجريشن ريجستر قلت لك في حاجة اسمها ان احنا نعمل الكونفيجريشن ريجستر او اكس 2142، تمام، عشان نعمل حاجة اسمها باسورد ريكفري. هننتقل من موقعنا هذا لللاب بتاعي، اروح اعمل لك حاجة اسمها باسورد ريكفري. قبل ما اروح هناك استناني، الحل الكيس اللي انا عملتها ديت لاشهر الكيسز بتاعت الراوتر، تمام، يعني الاغلب بيبقى كده، لكن هي بتختلف احيانا من راوتر للتاني. علشان تقدر تعرف الطريقه بالتفصيل جدا للراوتر بتاعك او للسويتش بتاعك، بتعمل ايه، بتعمل بتخش بتخش على موقع سيسكو، بتكتب باسورد ريكفري، بتعمل باسورد ريكفري، تكتب باسورد ريكفري في السيرش، ويجيب لك كل المودلز اللي المفروض بتاعت السيريز، كل السيريز بتاعت الراوتر والسويتش، بتختار السيريز بتاعتك. شيء اخير، هل ده يعتبر هاك؟ لا مش هاك ابدا، ده لا يعتبر هاك ابدا على راوترات سيسكو، لان هي ما تتمش ابدا الا عن طريق الكونسول بورت. ولو طبعا الكونسول دون ان انت
تراستد 100%، لو ان انت مش تراستد ممكن تاخد الراوتر دوت وتتكل على الله وتروح. يبقى هننهي الحلقة ديت بحاجتين، هوريك الاول حاجتين ورا بعض كده. يبقى انا هنتقل الى بمرتين، انا كنت عايز احطهم ورا بعض. يلا كده تبقى خير مرة واحدة. ازاي نخش كونسول؟ ما دخلتش ولا مرة كونسول قدامكم صح؟ يبقى نخش كونسول مرة، تمام. والمرة التانية ان احنا بعد ما نخش كونسول انتقل اللاب مرة تانية ونخش عن طريق نعمل كيس بتاع باسورد ريكفري، تمام، بالتفصيل الممل. اسيبكم في رعاية الله. اضيف حاجة هنا مرة تانية، تعالى مرة تانية نتابع قبل ما نشوف اللي حصل بعد ما حصلت الباسورد ريكفري، تمام. انا كان عندي هنا نعتبرها دردشة قبل الباسورد ريكفري، خلاص نضعها ديت قبل التسجيل بتاع الباسورد ريكفري. بص انا هاكسس الراوتر عن طريق ان انا هغير الكونفيجريشن من OX2102 ل 2 1 4 2 2 1 4 2. دي بتعمل ايه؟ بتعمل باي باس على الام في رام. جميل. طيب يبقى انا عندي كده ان في رام هنا وعندي الرام. طيب الام في رام دي عليها الاولد كونفيجريشن. الاولد كونفيجريشن الواد اللي قبليه دوت كان واد لعيب جدا وماهر، وكتب كونفيجريشن فظيعه جدا جميله جدا عليها الحاجات بتاعه النتورك كلها. المشكله ان هو غير الباسورد. الباشمهندس زي الشاطر بعد ما حل الباسورد ريكفري عن طريق اللي هو جابها من الموقع عمل مشكله فظيعه جدا. جه هنا كتب الباسورد الاولانيه والباسورد الثانيه اللي هو اكسس الراوتر ويزود باسورد. لما عمل باي باس هو هيعمل ايه؟ هيعمل باي باس، هنشوف ازاي هيعمل باي باس في الفيديو. هيعمل باي باس بس عشان الناس تبقى متابعه كويس، هيعمل باي باس على الام في رام. ازاي هيعمل باي باس على الام في رام؟ عن طريق ان هو يخلي قيمه الكونفيجريشن ريجستر بالقيمه ديت او اكس 2142. لما يعمل باي باس على الام في رام هيخش على ام تي ام في رام. ام تي رام يعني الرام دي هتبقى عبارة عن ام تي يعني ما فيهاش ولا كوماند. طيب هكتب فيها الباسورد الاولاني والباسورد التاني وبسرعة فرحان قوي يعمل امره المشهور رايت او كوبي ران ستارت. هيعمل اللي هو عايز يسيب قبل ما الدنيا تبوظ منه. مش عارف كوبي ران ستارت، كوبي ران ستارت او رايت هيبدا يسيب. هيسيب ايه؟ هيسيب رام فاضيه منه فيها باسورد مكان الكونفيجريشن ده، يعني كل الكونفيجريشن ده هيضيع ويسجل مكانه الباسورد بس. طبعا النتورك كات داون. طب ايه الحل؟ تعال نشيل بان اريز بقى ده كله. الحل كالتالي، ان ادي الام في رام وادي الرام. اول حاجه استعيد الكونفيجريشن، ادي الرام وادي الام في رام. اول حاجه اخد الكونفيجريشن اللي في الام في رام في الرام عن طريق امر كوبي ستارت run. كوبي ستارت run ياخد الاوامر اللي في الام في رام يوديها في الرام. هتقولي طب ما كده الباسورد هترجع. اقول لك لا يا باشمهندس، انا عشان اعمل الامر دوت انا موجود فين؟ على البريفليج مود. طب وفين الباسورد مطلوب مني؟ الباسورد بتاعت التلنت او بتاعت الكونسول والباسورد اللي من اليوزر مود للبريفليج مود. يعني انا عديت كل الباسورد، اول ما اعمل كوبي ستارت ران ابدا اغير الباسورد وبعد كده اسيب اللي هي الاولد كونفيجريشن ويز نيو باسورد في الام في رام. ده اللي هنشوفه ان شاء الله في حلقه الفيديو. هيبان الكلام دوت في حلقه الفيديو مره تانية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.